أخبار اليوم. نحن بحاجة إلى تغيير جذري على مستوى أسس الفيفا. حجم وعدد اللجنة التنفيذية يجب أن يتم ويتغير، ويجب أن يتم انتخابهم من قبل أعضاء الفيفا، وعملية التقييم وعملية الاختيار وعملية جعل القرارات ستكون مجموعة، ستكون من الفيفا وليس عبر بقية اتحادات. يجب علينا أن نقوم بالتقليل من من الفترات النيابية بالنسبة لكافة الأعضاء، سواء أعضاء الفيفا أو أعضاء اللجنة التنفيذية. ولقد عملت في السنوات السابقة من أجل تغيير هذا، ولكن بعض الجهود حالت دون ذلك. في هذه المرة أنا مصر على القيام بهذه التغييرات، ولن أكون بمفردي في هذا. قد طلبت من السيد دومينيك توسكالا وضع أسس جديدة ومجموعة من التغييرات والتغييرات الجذرية التي يجب أن تدخل على الفيفا. يجب أن يكون هناك مجموعة من الانتخابات الشفافة للجنة الأخلاق ولرئيسها أيضا ولرئيس اللجنة الانتخابات، وهو من سيراقب عملية اختيار الخليفة. دومينيكو سكالا يحظى بثقة كبيرة من قبل معظم أعضاء الفيفا، وله مجموعة كبيرة من المعارف والخبرات الضرورية التي يمكن أن تساهم في هذه الإصلاحات الكبيرة.